كما انا كما الرجال عادي نعمل، عندي وقت العمل وقت للبيت، كل حاجه غادي يطلع وقتها. معكم بولبان اسماء، اشتغل في ميدان الصباغه والديكور، عندي عام اللي بديت في هذه المهنه كمحترفه. مع الاول كنت نخدم غير مع الاقارب والجيران، ومن بعد بديت نخدم مع النساء. خيرت هذا المجال لأني نحب بزاف الألوان، ملي كنت صغيرة نحب الديفا ونحب الألوان ونلقى راحتي بزاف في الصبيغة. ما تلقيت حتى صعوبات، كما أنا كما الرجال عادي نعمل، عندي وقت العمل وقت للبيت، كل حاجة غادي يطلع وقتها. واجهت انتقادات عديدة، الأغلبية كانت بناءة، أقلية برك اللي كانت انتقادات سلبية. نحترم رأي جميع المنتقدين سواء كانت سلبية أو إيجابية، نحترم رأي تاعهم، كل واحد وجهة النظر تاعو. ونشكر بزاف اللي شجعوني، وأكثرية نساء، والعاملين في هذا المجال. نوجه رسالة لجميع النساء، سيغتو اللي عندهم مشاريع وعندهم أهداف في هذه الحياة وخايفين من الانتقادات وخايفين من هضرة الناس، أنا نقول لهم أي واحدة عندها حاجة سيتحقق الهدف تاعها وتوصل للحلم تاعها اللي رايحة بذاته. الانتقادات في كل المجالات، كاين انتقادات ماشي غير في هذا المجال. الشيء اللي ميزني في هذا المجال اني نخدم اتعامل مع النساء ونسى بزاف تلقاو راحتهم معايا، حتى انا نلقى راحتي مره مع مره نخدموا آلاز، ما كاش صعوبات كامل. المره تكون آلاز تجي تحب تبروبوزي عليا افكار في البنزين تاعها واش تحب تدير، وانا نأيدها الراي ونعطي لها انا ثاني افكار ديكور باش تقدر تطبقها في المنزل تاعها. عندي طموح كسائر كامل الناس، حابه ندير انتربريز مختصه في الصباغه والديكور، نتعامل فيها مع النساء فقط. هذا بيا يكون الجروب تاعي متكون من نساء، نتعامل برك مع النساء، نساء نتعامل مع النساء.